السلام عليكم، ياكم عبد الله من قناة المتجر الإلكتروني، واليوم راح نسويكم أنبوكسينج للعبة The Order Collector's Edition. I find myself in strange company. You never cease to amaze, Nicola. A man of science amongst ancient warriors and legends. أول شيء راح نتكلم عن اللعبة. طبعا اللعبة من تطوير استوديو Ready at Dawn، والناشر راح يكون سوني كمبيوتر انترتينمنت. تاريخ اصدار اللعبة راح يكون يوم 20/2/2015. نوع اللعبة اكشن وتصويب ومغامرات. عمر اللعبة تقريبا اللي تقدر تختم بها هو 10 ساعات. راح نبدأ لكم مثل ما تشوفون بالانبوكسينج. طبعا اول ما تفتح العلبة راح يلاقيك سي دي ذا تصميم رائع ورهيب مثل ما تشوفون، مختلف عن الاصدار اللي عادي، هو يعني شكله كلش رهيب. راح نفتحه، راح تلقون هذا السي دي على اليمين، وهذن على اليسار الكتيب مال اللعبة، واعتقد بيها السيزن باس هم. راح تفتحون تلقون ذن الملصقات كلش حلوة، ملصقات للعبة ذني، وهذا بيه الكود اعتقد مال السيزن باس، وهذا داعي للعبة بلود بورن اللي راح تنزل، وهذا يكون كارت يعني مال داعي مال امازون، فتشي كلش مرتب. وهسه راح نبدا نطلع الشيء الاساسي اللي بالصندوق. تمثال اللي هو لشخصية سير جالهاد. تمثال راح يكون حجمه 7 بوصة، وذا التصميم رائع وجميل مثل ما يشوفون ودقيق كلش. وصلنا وياكم نهاية حلقة هذا اليوم، اتمنى تعجبكم الحلقة، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وشكرا للمشاهدة.